بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما نسأل ربنا كل خير وكل بركة، آمين يا رب العالمين. أما الآن فسأورد عليكم حديثا رواه أبو داود رضي الله عنه لكي تستبين لكم الأمور وتعرفوا لي كثير من الناس الذين يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله ليسوا كما يقولون. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الغزو غزوان. وثم ما تنساوش أن يموت ولم تحدد بنفسه بأن يغزو في سبيل الله ولا مر بعمره فهو مات على جزء من النفاق وربما خرج من الأمة تماما. الغزو هو واجب. ماذا يعني الغزو؟ مش معناه الغزو هو الميداني فقط، الغزو العلمي، الغزو الاخلاقي والمجر. يعني الانسان ما عندوش هدف عياديه نحو الامثل ويعطف الناس تاثيرا حسنا يعني ايجابيا لسلبيا فهو ليس منا ولسنا منه. يعني يقول الغزو، نبينا عليه الصلاه والسلام يقول الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. إيه إحنا لا نبتغي في أعمالنا وأقوالنا وكل سلوكاتنا ونوايانا إلا وجه الله الكريم، كونتنونس أوف الله. فأما من ابتغى وجه لفظ الله عليك. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. إحنا اليوم اللي خارجين اليوم في الشرق والغرب هم في معصية الإمام. أين إمامكم؟ يا أمكم من لم لا تعرفون عنه القليل ولا الكثير، وأمكم يرفي دموع التماسيح على الأمة لحلول الأمة وهو معه والهدم لها، يعني أنا طلبت حيث عليكم ومن نوع ما تقولتي من يبدأ تربير من السكان هو يحركهم كما يشاء وهو تربير منحرف لا يريد إلا الشر لكن يكتب ذلك ونرجسيك مع غرور ناتن بالغرور والعياذ بالله. وتحدث كثيرا على هؤلاء الناس الذين أفسدوا في التاريخ على طول وعرضوا إن صح التعبير. هل يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريف، يعني أنفق كل ما عنده من مباجي الدنيا ويسر الشريك، يعني كان الأمر مع شريك يسر وخفف عنه الأتعاب والمجهد، يعني رفق به في المعاشرة واجتنب الفساد فإن نومه ونبعه أجر كله. يعني هذا راقد ولا يعني ولا فايق، كله أجر، وقت كل ما في الأجر. ليش؟ خاطر صحح النية وصدق في العمل وكان متخلقا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوجه الآخر من الغزو هو القبيح والذي ليس لنا فيه شيء، نحن ننبذه ولا يشربنا حتى نفكر فيه. وأما من غزا فخرا، يعني الرجل فارغ مثلا كما الكلب سيسي عن رؤوسه وهو من قبل الأمة المصرية، قلت ليس هذا بحق وسترون بعد قليل الحقيقة كما يجب أن ترى. وأما من غزا فخرا ورياء، يعني يقول هل كل ولو شكون هكا ينبهر به خاصة من النساء، وكان يلو يغازل النساء بالمقيم من بعيد وبالمكشوم وبالمستور إن صح التعبير. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة يعصي الإمام. الإمام هو أحسننا ويحصي مخوطا لمصر حين اختاروا أخونا محمد، لا هو عصاه وخانه وأفسد في الأرض. وهذا اللي قاعد يقع في مصر ما كانش قاعد يقع في مصر حتى اللي عاد العبد الخاسر ولا المنحوس الطبيعي المنحوس لم يكن من الإجرام الذي هو الآن موجود في مصر. وهذا كعذاب من الله سبحانه وتعالى لمن خان العهد ومن أسقط ما فضيلة وهي لابد فريضة تكون هي فريضة الجهاد.
فإنه لم يرجع بالكفاف، أي لا يرجو بأقل أشياء من الأجر إلا العياذ بالله. والسلام على من اتبع.